الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى هذه الصفات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخيول فقال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن ألي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يروي لنا أبو قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم في أي صفة أكس أتكدوك الأدهم الأدهم شيني شديد السواد بكير الأقرح الأقرح كما شيني الذي في وجهه بياض يسير بكير أما فسك ساقوي فريق المحجر التهجير كما قول الذي في قوائمه بياض زع سامك فابوس قداه قدابي كون يكون يرد فرينه الأرثم الأرثم الأبيض أنفه وشفته الأولياء من فرن هنشي فرن ليبو نفسما طلق اليد wanda yake ba shi da kafafunsa na gaba ba shi ba farare bane ba fa in lam yakun adhama fa kumait in ba baki kir bane to a same shi wanda yake ja haka ya karkata zuwa baki ala hadhihi shiya akan wannan sifofi to wannan sifofi ne sifofin da aka fi so cikin doki amma ba wai lallai ne sai an tara wannan ba to wannan soyuwar da aka yi manzo Allah ya fadi yace khair mana soyuwar ashar anci ake koko a'a ana sha'awan haka din ne in aka yi to wanda ba shi da wannan sifofi ya za a yi da shi kenan qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana waqi'un an sufyana an salim ibn abdurrahman an nahai عن أبي زرع ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل منذ أن الله بايا سوء الشكال من الخيل وانذا أسامو أنس كفابون كما كي فراريت كي كيرنكو وجود بياد في بعض قوائم إمه كو كفابون دوسة فراري وانك سامو وانس كفابون ني أكا سامو فراري أكا تي باشي أكا تي مكروهي قال حدثنا أبو أمير عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا أحمد بن يزيد ابن روهين الدارمي عن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم أنزل الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي و من ارتبط فرسا في سبيل الله دوان دي دور دوكين سسبو دياكين تاد الدين الله ثم عالج ألفه بيده سأل نوكما da hannunsa yake gyara abincin dabban ciyayi ne bawon ayaba ne menene duk da hannunsa da kanshi yake ba sawa yake ayi ba kana lahu bi kulli habbatin hasana za ba shi lada da duk abin da dokin ya ci masu kiwo manya jekaru da suka wuce baya manyan mutane za ka duk cijo da kanshi yake kula da abincin dabban da kanshi in yanyankawa ake tarawa ake yadda za a yi باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى اتباب نزونا جهادي نتادى الدين الله دنيا الدين الله على حدثنا بشر بن آدم
قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر قال حدثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتياج من الله صلى الله عليه وسلم ينافدرتوا من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة دم مسلمين دي ياكي تادا الدين الله كودا ياكي كرمك كان لوكا تيني ورغودن أتاسي دبا نونو أساكي تاسي كيني فواق ناقة وجبت له الجنة زي شكا الجنة الجنة تا وجب أغريش الله زي قداما يساش الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ديلم ابن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حضرت حربا أنس بن مالك يتنا حضرت ونياك فقال عبد الله بن رواحة زي عبد الله بن رواحة يفرأتي يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائئة أو لتكرهن يتي زوجياتا إنا غنيكي كنا كن الجنة نارس إلى الله ذاك شغى الجنة على تيلس طائئة كنا سو أو كوزا تيلس تاك ما نازي فكر في زوجي سيتا يتي حاجك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اتنازوا وجمع الله صلى الله عليه وسلم سينتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل وان إرن جهادي نيفي قال من أهريق دمه وأقير جواده وان دا يتفيد شيدة دوكين دي سكتة في مزدا وانكش شكما انكش دوكين. قال حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا محمد ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي ما من مجروح يجره في سبيل الله باب ونوان زا أجم ميك زا أجم تشيو أتكين ياكي تادا الدين الله والله أعلم بمن يجره في سبيله الله كمشي سنوان دا أجم تشيو أتكين تادا الدين الله إلا جاء يوم القيامة سيازو دارا تاشا القيامة وجرحه كهيئته يوم جرحه دي أدد انكواركين دي أتكين كبري زيتو دارا تاشا القيامة زيت تاشي kurijin mikin da aka ji masa na duk zubar da jini kamar yadda randa aka soke shi allahu lawmu damin warihu rihu miski kala jini amma kanshin almiski. qala hadathana muhammad ibn abdullah ibn numair qala hadathana ya'la ibn ubayd qala hadathani isma'il ibn abi khalid sami'tu abdullah ibn abi awfa yaqulu دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال منظر الله يا أدواء كان الأحزاب وإن تغيّت رند أكا يكش الدين المسلم سي منظر الله جي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم هزمهم وسلسلهم أدواء منظر الله يا أكا سكين يا الله من سوكد الكتاب سريع الحساب مي غغاوان حسابي اهزم الاحزاب الله كاريا سو اللهم اهزمهم وزلزلهم كغرغزا سو قال حدثنا حرملة بن يحيى واحمد بن عيسى المصرياني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن ابن شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه
wanda ya roki Allah shahada da gaskiya a cikin zuciyarsa da gaskiya yake yi ba ƙarya yake yi ba ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi Allah zai saddi Allah zai bashi shahada ko da a ɗakin shi mutu ko a gidan shi mutu tunda ya roki Allah tsakanin shi da Allah kuma Allah ya kaddara a cikin ɗakin shi zai mutu a gidan shi to shi Allah ya isar da shi manazil ash-shuhada وما ذلك على الله بعزيز باب فضل الشهادة في سبيل الله باب الذي رب يانا فللن لكي تكين شهادة أتكين ياكي تارى الدين الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم انا مغانا game da shahid shuhada wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tajiffu al-ard min dami shahidin hatta tabtadirahu zawjatahu ka'annahuma zairani wannan hadisin da'ifi ne duk lagwaran da ke ciki ba shi da ba sahihi bane adallata fasilatay fasilayhima fi barahim min al-ard wa fi yad kulli wahidatin minhumā hullatu khairun min ad-dunya wa ma fiha da'ifun jiddan qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana isma'il bin ayyash qala hadathani bahir ibn sa'id an khalid bin ma'dan an al-miqdam bin ma'di karim an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala lish-shahid 'inda allahi sittu khisal bai duk wanda ya samu shahada wajen Allah madaukakin sarki yana da hisa yana da tabi'u guda shida da Allah zai bashi yaghfiru lahu fi awwal dufatin min dami farkon idan jinin da sai za ka farta masa duk laifin sa wa yura maq'aduhu min aljanna kuma a nuna masa inda zai zauna a cikin aljanna tun kafin ran ma ya fita kenan wa yujaru min azabil qabri sa'annan kuma Allah ya kiyaye shi da azabar kabari ba zai taba ganin azabar kabari ba wai amalu min al-faza'il akbar sa'annan kuma a kare shi daga firgita da za a yi yawmal faza'il akbar na ranar tashi alkiyama kowa sai ya firgita wai yuhalla hullatul iman sa'annan kuma a sa mishi imani a kara masa imani wai yuzawwaju min al-huril 'ain a kuma auren masa huril 'ain ويشفق في 70 انسانا من اقاربه sa'annan a bashi ceton mutum 70 cikin danginsa sallallahu alaihi wasallam qala hadathana ibrahim ibn al-munzir al-hizami qala hadathana musa ibn ibrahim al-harami al-ansari sami'tu talhata bin khirash qala sami'tu jabir ibn abdullah yaqulu yace naji jabir dan abdullah yana fadar cewa لما قتل عبد الله بن عمرو بن هرام يوم احد عبد الله بن عمرو بن هرام شيني ما هي في جابر كده da aka kashe shi ranan tashi yakin uhud qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya jabir kan karatu hadisi kenan muna Kano yanzu ga mu kuma Madina ga mu ku cikin yakin uhud kuma ga abinda manzon Allah ke faɗa banda hadisi wai zai kama hannuka yanzu ya kai ka Madina ha kuma wajen yakin uhud har ka ji ga abinda manzon Allah ke faɗa ka tabbatar da haka manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ya jabir ya kai jabir ala ukhbirak ma qala Allah azza wa jalla li abik da baka labarin abinda Allah ya faɗa mahaifinka kuntu bala yace ina so mana ya manzon Allah ina son abin ji abinda Allah ya faɗa mahaifina qala sai manzon Allah ce ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijabi Allah bai taba zanta da kowa ba sai akwai shamaki wa kallama abaka kifahan Allah ya zanta da mahaifinka fili daga shi ba wanda yake tarjuma fa qala yace sai Allah ya faɗa mahaifinka ya abdi tamanna alayya utika me kake so zan baka kai buri ka buraci duk abin da kake so zan baka inna Allah ala kulli shay'in qadir qala ya rab sai mahaifin Jabir ya ce ya ubangiji abinda nake so tuhini fa uqtalu fi kafariyata abinda nake so karaya ni na je kuma na yi jihadi a cikin ta da addinin Allah a sake kashe ni
in bai ji dadin shahada ba zai faɗi wannan qala sai Allah ce innahu sabaka minni annahum ilaiha la yurja'una ai Allah ya riga ya zartar da hukunci ba za a koma duniya ba in an tafi qala ya rab sai mahaifin Jabir ya ce ya ubangiji na fa abliq man wara'i to a sanar da waɗanda ki na bari a gida a sanar da dangi jama'a kowa fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wala tasabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ayatu inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna kaghani yanzu uban Jabir wali ne ko ba wali bane kun taba jin sunan shi kun taba sanin shi al ayatu kulliha قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما انا سالنا عن ذلك فقال اتي اي من تنبئي wannan maganan sai aka ce muna arwahuhum qatairin khudur rayukansu kaman tsuntsaye ne kwarra tasarahu fil jannati tana shawagi tana kai kawo a cikin aljanna fi ayyaha sha'at duk inda ta ga dama a cikin aljanna sai ta ci summa ta'wi ila qanadilin mu'allaqatin bil arsh in sun gama kai kawo sai su ci su mutare a wata fitila karkashin al arsh mu'allaqatin bil arsh fa bainama hum kazalika suna cikin wannan hali da suke ciki iz tala alaihim rabbuka ibtila'atan sai Allah ya bayyana musu ya leku sai Allah madaukin sarki ya kalle su fa yaqulu sai ce saluni ma shi'tu kuruki duk abinda kuke so qalu rabbana wa ma za nas'aluka yasu ya ubangiji yanzu me zamu nema kuma ai mu mun kai kan kai karshe kenan anasu zato wa nahnu nasrahu fil jannati fi ayyi hashira ga mu muna ta kai kawo muna shawai a cikin sama duk inda muka ga dama a cikin aljanna falamma ra'aw annahum la yutrakuna min ay yusalu da suka ga ba ana dai tambayar su sai sun faɗi abin da suke so qalu sai suka ce nas'aluka an turda arwahana fi ajsanina ila dunya hatta nuqtala fi sabili to abinda muke so shine a sake raya mu a maidan muna rayukan mu sai mu koma duniya mu yi jihadi kuma a kashe mu a cikin yakin ta da addinin Allah falamma ra'a annahum la yas'aluna illa zalika turiku sai aka kyale shi qala hadathana muhammad ibn bashar wa ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi wa bishr ibn adam قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال أنبأنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا أبو هريرة يجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أهلكم من القرصة شهيدي دكسا دأكيمش baya jin zafin komai sai kamar yadda zaka ji a yakushe ka haka iya abin da zai ji kenan da bindiga da takobi da menene duk yadda aka yi shahidi manzo Allah ce abin da zai ji shine kamar bisidkin insha Allah babu ma yurja fihi shahada babin da yazo nan abubuwan da ake samun shahada da su in aka ce sai mutum ya je ya yaki ta da addinin Allah to manzo Allah ce ai shuhada um ba za su yawa ba ke sallallahu alaihi wasallam hadisin kana karanta shi kana ta gani lokacin da muke Buhari kitabul jihad lokacin da sabon gari ta yi zafi ko kano ta yi zafi bala haddasana abubakar ibn abi shayba kano ta yi zafi gidan gwamnati ya yi zafi wannan malamin na aje a hana shi karatu yana ta da hankali yana kaza sai wani tashi ce abinda za ku lura fa ba lakcha ya je yana yi ba karatu yake yana fassarawa shi kenan inda Allah ya kashe maganar ku
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن أبيه عن جده أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده باش دلاب يا سيمنز الله يزوي قيشيش يدوباش فقال قائل من أهله سيهوني تكين يا لنس سيتي إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله أي منا فاتا منا كونا منا سم متوى ستزمو في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن شهداء أمتي إذا لقليل أي أنه ننك أين شهادة أي شهيدي أتين الأمة تباس دي واكرا سعنا سيمن زن الله يتي القتل في سبيل الله شهادة wanda aka kashe shi a cikin yaki ta da addinin Allah shahada ne wal mat'un shahadatu wanda annuba al mat'un mana at-ta'un annuba ta faru kasa ta kashe shi shi ma shahada ne wal mar'atu tamutu bi jam'in shahadatu yani al hamil mace mai ciki ta je haihuwa cikin nifasi ta mutu da Allah ya bata shahada wal wal gharqu shahidun mutun ya nitsa ya fada ruwa ya halaka shi ma shahada ne wal harq gobara ta tashi Allah ya kiyaye ta halaka mutun manzo Allah ce shi ma shahada ne wal majnubu yani zatul jambi shahadatu al majnubu ay zatul jambi wata cuta ce ciwo ne da ake cewa zatul jambi ana cewa sill ana fasara shi cuta ce in ta kama mutun ya mutu manzo Allah ce shi ma shahada ne cikin me kolera za ta shiga cikin menene eh annuba to shike nan ba kolera ba annuba bace ba qala hadathana muhammad ibn abd al malik ibn abi shawaribi qala hadathana abd al aziz ibn al mukhtar qala hadathana suhayl an abi huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي ما تقولون في الشهيد فيكم ميوكي فلانا قمنا شهيد أتكم قالوا القتل في سبيل الله أكشمتم أكن فجنياك تدع الدين الله قال سي منذ الله يتي إن شهداء أمتي إذا لقليل إن وننك أين أكسام شهادة أين شهيد أتكم الأمة تباس ليوع man kutila fi sabilillahi fa huwa shahid wanda aka kashe shi a cikin yaki tada addinin Allah ya samu shahada wa man mata fi sabilillahi wanda ya mutu kuma fi sabilillahi fa huwa shahid to menene bambanci tsakanin man kutila fi sabilillahi wa man mata fi sabilillah al qatl wal maut eh an kace man kutila duna mali fa huwa shahid من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد ما يبقى مجسكان الموت والقتل ايه الى معنى دنكرس افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ما هو الفرق بين الموت والقتل mun yi maganar nan a cikin Muslim ko Tirmidhi ko Bukhari eh yanzu ba kon fitilar nan yana aiki ba sai ka saka hannu ka kashe wannan abin ya mutu kina kon fitilar ya mutu mata ke kutila hasken baya aiki sai da kon sai ka fasa kon an kashe shi kina sai kuma me sai kwai ce ga mutu shine bambanci tsakanin al-maut wal-qatl wal-maqtun shahid wanda ciwon ciki ya murde shi sai fadi ya mutu shi ma shahidi ne wal-mat'un shahid wanda annuba ta kashe shi shi ma shahidi ne sallallahu alaihi wasallama qala suhayd wa akhbarani ubaydullah ibn mutsam an abi salih wa zada fihi wal-gharq shahid wanda ruwa ya nutse ruwa ta ci shi shima ya samu shahada babu silah babin da yazo na makami qala hadathana hisham bin ammar wa suwayd bin sa'id qala hadathana malik bin anas qala hadathani zuhuri an anas bin malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama
دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر منذ الله صلى الله عليه وسلم رانا دا كبود مكة ياشي غا أكن كنس أقوي مكاريا نكي جيني مي قل قل ليكينا غربوا ودن ذاك ترين كما نكيفا قل قل ليكينا قال إنام حل الشاهد mana wannan shi ma yana cikin makami garkuwa makami ne takobi makami ne kwalkwale ma makami ne saboda kariya qala hadathana hisham bin sawarin qala hadathana sufyan bin uyayna an yazid bin khasifa an sa'ib bin yazid insha Allah ta'ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma uhud akhadha dhira'aini ka annahu zahara bainahuma dhira'aini كأنه ظاهر بينهما رانم بود يرانم ياكي قهد منظر الله يقول جسل كيبيو كمن يهدى يسكى ونن يريبوك ونن كمي كارا أكاش سبود مي كار ياكي قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من هيلة فضة من جوجة أبو أمامة سيغة تقبا نموك شبودة سو أنكوى تاسودة أزرفة أي مسألودة أزرفة فغضب سيبشي وقال سيتي لقد فتح الفتوح قوم متاني سينسا من فتوح سينسا مبودي سينياكي سينجنا سرى ما كان هليته سيوفهم من الذهب والفضة أما بس لو كزينار يرى أزرف راسي ما انتكب بس أدوبا ولكن آنك دلما والحديد دمكين كرفي والعلابي العلابي ونزيد يعني لك كفر أزوا ويا سنة أو كسنة سنة سنة ما تكب بس أدو إيش أبو بندس كي أدو نشكينا بزينار يرى أزرف هذا قال أبو الحسن القتان العلابي العصب جيجيا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن الصل عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذل فقار يوم بدر إيران ياكم بدر منظم الله تقو بيش ذل فقار قالني نافل nafil asa nafilatan lak mana kari ne cikin riban yakin da aka yi sai ya kara maka sa wannan zulfiqar wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan lak mina mana ziyadatan lak shi sai tanaffal aizada qala hadathana muhammad ibn isma'il ibn samra qala anbana waqi'un an sufyana an abi ishaq an abi al-khalil عن علي بن أبي طالب قال كان المغيرة ابن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا مغيرة شعبة إنزه جياكي تعالى منظر الله سيد وكماشا فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له إنزه أتاو سيد جيبر يسكي يباك ون يزويس انت سيد أوكا يكاو مش حرم الدين فقال له علي sai sayyidina Ali yace la azkurun zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zan ba manzon Allah labarin wannan abin da kake yi hila da kake yi ana dauko maka kayanka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taf'al kada ka fada fa innaka in fa'alta lam turfa dallatu isnaduhu da'if qala hadathana muhammad ibn isma'il ibn samura qala anbana ubaydullah ibn musa ana ash'af bin sa'id عن عبد الله بن بشير عن أبي راشد عن علي قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية منذ الله نرجد بكانا عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية سيقولكم أين أركدنا قسم فارس فقال ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماه القنا فإنهما يزيد الله بكم يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد هذا سند ضعيف باب الرمي في سبيل الله باب نيزونا حربي أتكن ياكي تادا الدين الله قال
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن أقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة للجنة وكبية أيا Allah yana saka mutum uku aljanna da sanadiyan wannan sani'ahu ya tasbu fi sana'ati alkhair wanda kira wannan saboda Allah Allah zai bashi lada warani bihi da wanda yaje jihadi yayi harbi da shi wal mumiddu rabbihi da wanda yake dauka yana miko masa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama irmu warkabu ku yi harbi ku hau wa antarmu ahabbu ilayya min an tarkabu ku yi harbi yafi mini ku hau abar hawa wa kullu ma yalhu bihi almar'u almuslim batil duk abinda mutum zai yi wasanni da shi batili ne ba shi da kyau illa ramyahu bi qawsihi sai koyon harbi wa ta'dibihi farasahu da ladabtar da abar hawarsa wa mula'abatu imra'atuhu da wasa da matarsa da zai yi fa innahunna min alhaq wannan hadisin dha'ifi ne sai dai kauru fa innahu min alhaq قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن الوهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجمناج من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرجوا مر من العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فيعدل رقبته وي متكن ka dauki mu abun harbi ka ka harbi kafiri ko ya samu ko bai samu ba za ba ka lada qala hadathana yunus ibn abd al-a'la qala anbana abdullah ibn wahab qala akhbarani amru ibn al-harith ana bi ali ibn al-hamdani annahu sami'a uqbata min amir al-juhani yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر يجي ناجي منزون الله yana karantawa akan minbari me yake karantawa yace wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa kutana dan musu abinda zaku iya mastata'tum abinda zaku iya min quwwa na karfi atanaji ai kaza ai kaza ai kaza ala kushaurara wa innal quwwata ar-ramy thalath marrat wa innal quwwata ar-ramy wa innal quwwata ar-ramy mana karfi shine harbi tun daga zamanin manzo Allah ka faru wannan har yau wanda yafi karfi shine wanda yafi ka harbi daga sama ne daga ko menene daga menene da me da me da me da me qala hadathana harmalat ibn yahya al-misri qala anba'ana abdullah ibn wahab qala akhbarani ibn lahiya an usman bin na'im ar-ru'ayni عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا فقد أساني فليس منا شيني لفظ ديكليني دوان ديكو يحرب سأل نقو يمن تعلم شي منذ الله تباش تكيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون منزل الله يشكي وجمع متانسنا كو ينهرب فقال رميا بني إسماعيل كو يهربي كو يهربي ياكو بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا لا أرباه كنا بني إسماعيل كنا larba yahuda kuma bani ishaqa kenan ko daga ce in mutun ya harba abin hawarsa in ya harbi kafiri kafirin wanda ake yaki da shi kenan fa ba kafirin da tafiya ka je ka harbe shi ba babur rayati wal alwiya babin da yazo na tutan yaki raya da alwiya daya ne wai suka ce a'a akwai bambanci ar-raya babban tuta al-alwiya karamar tuta kenan al-liwa karamar tuta qala hadathana abubakar ibn abi shayba
قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر جناشكو مدينة سيدة سامنز الله ينعسي أكم منبري وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفا بلال نسي كبما زو الله يراد تكو بنسا وإذا راية سوداء سيغا توتا بكر توتا فقلت من هذا سيرتي واي wannan kuma ke zuwa da tuta qalu hadha amr ibn al-as qadima min al-ghazwa amr dan as ke ne ya je jihadi ya dawo eh ala sai gaban wa da wannan magana an gama da su ita ba gama da ita ba eh da ba ku da ku suka don menene ɗan sandan Masar Saudiya suna tsaye liman na sallah akai cha wannan ya taso wannan ya zaburo wannan ya taso bi halatta ba don menene shi ba ya sallah ne shi ba ya menene da menene ba ga mun akai ba eh ai ba yadda za a yi sai ka bi malamai sai an koya maka ilimi eh abin da yake faruwa shine in ka je likita ya baka magani dole ya nuna maka ya zaka yi da amfani da maganin nan ba kai zaka je kana sha an fahimta to matsaloli suna faruwa tsakanin mace da mijinta gaskiya ne malamai ana karatu muna baku hisnul muslim muna fada muna kwade ta muku karanta a ce mace ta karanta saboda wannan ta zo an kasa bacci akwai aljannu akwai da yawa daga talauci da tashin hankali da rashin wanda zai nuna mata abinda za ta yi shine sai ga ana cewa wai aljannu ne a kasa zama lafiya to sai ana nuna musu a bata wannan sai wannan kuwa ba ta karanta to da zaran an baki je kiki karanta shine sai kin zauna da safe kin karanta duka bayan sallar asuba mijin kina bukatan ki sai ki zauna kina karanta hisnul muslim za a fahimci juna eh to ai an ce muna karanta eh to da aka baki hisnul muslim din sai ki ce ya zaki sai a nuna miki ga yanda zaki ga yanda zaki ga yanda zaki ba haka bane ba ba wani yana sallar manzon Allah ce matanka na da haki akan ka mace haka manzo Allah ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha in ce sallah biyar ba ta kara nafila ko daya ba saboda haƙƙin mijinta dai azumi wata ramadan ba nafila ba sai ta shawar ba menene saboda haƙƙin mijinta dai ma mijinta biyayya za ta shiga aljanna ba haka bane ba ai ko manya azanci da suke azumin watan sha'aban yace azumin tsofaffi ba haka bane ba tsofaffi sune ba da bukatar su ba ta da miji shekara 20 40 mijinta ya mutu ba sai ta azumi ba da ma ke da kwarin ki da kuruciye ki da komai mijin ki na bukatar ki yace kina karanta hisnul muslim ai ba za ku shirya ba ko ke a fada miki bayan sallar asuba kada ki shige minti 10 ko 15 kina hisnul muslim ba haka bane ba sa'an nan shi ma sai shi ke zo ya biki hisnul muslim gaskiya ne an ce miki an baki an ce ki karanta an karanta da ki an nuna miki to amma in likita ya baki magani ai sai kuma ya nuna miki yadda zaki sha magani in ya baka magani sai ya nuna maka yadda zaka sha magani ba haka zaka je kai da kai to ce ga ban ba yadda za a yi a zauna lafiya yana bukatar ki kai kuma kina zaune kina hisnul muslim kin shiga hakkinsa wannan lokacin ko sai maza su suna jin haushin hisnul muslim mace ke Allah ya girmama ki ya mutunta ki kungiyar mata suka ce ke khatibatun nisa ki je wajen manzon Allah suka zabi wacce take da fasaha ki je wajen manzon Allah ki ce mishi maza suna zuwa salloli guda biyar suna zuwa jihadi su samu shahada suna kaza suna kaza to mu mata ba mu da komai sai mu tuka muku tuwo mu wanke muku tufarku ina za mu samu daraja a hankalce ba daidai ta fada ba a hankalce abin da ta fada kuskure ne ba kuskure bane ba
zaka zo sallah daga kofar gidanka zuwa masallaci yayi kusa rabin mi Abdullahi da zaka samu zuwa da dawowa ba so biyar kuma zaka je jihadi ba shahada zaka samu ba to mu mata sai mu zo na muna tuka muku tuwo kadai shikenan mu wanke muku tufa sai manzo Allah ce isma'i wakhbiri man wara'aki minan nisa'i anna husna tabaqul ihdakunna yadidu zalika kullu kije ki ba sauran kungiyar mata duk labari macittaci shimfida mamijin ki yana yi da zai ji dadin rayuwa zai yayi daidai duk abin da maza ke ba dai lada kike so ba lada kike so ko fitina ko rigima lada kike so to gashi ga lada ki shimfida masa yana yi ya zai ji dadin rayuwa zai yayi daidai da wanda ya je jihadi yayi daidai da wanda ya masallaci wanda ya je masallaci so biyar haka mace ta ce ya manzo Allah inni uridu salata ma'ak ina son sallah tare da kai sai ce eh naji kina son ki sallah tare da ni sallah tare da manzo Allah daidai ke da sallah ta bayan duk wani limamin duniya sallah masallacin annabi da lada na azza azza da asar din nan da muka yi yanzu in masallacin annabi ne nawa za a samu kuma bayan manzon Allah sai manzon Allah ce eh na sani kina son ki sallah bayana amma salatul mar'ati fi masjid qaumiha khairul laha min salatiha fi masjid hadha wa salatuha fi baitiha khairul laha min salatiha fi masjid qaumiha wa salatuha fi mukhda'iha khairul laha min salatiha fi baitiha ita ki tsaya masallaci unguwa ki sallah yafi miki lada da ki zo masallaci na masallacin unguwa ma ki sallah a gidanki yafi miki lada da kije masallacin unguwa a cikin gidan farfajiya ki nemi wani kurya ki sallah yafi miki lada da ki sallah farfajiya to me kike so in lada kike so gashi duk da shi haka ba hana aka ce la tamna'u ima Allah masajidallahi ba a ce a hana su zuwa masallatai ba fa za a ba su dama su tafi amma in lada ake so to ga yadda manzo Allah ya shara da shirye lada saboda ke mace tsada ce abu ne mai tsada inna ma yudhannu bidhanini abu mai tsada ake ruwa da shi ko ake boye shi ke kanki kika fito kasuwa ko waje kika fito kina kai kofar gidakin ki sai ki kwabe takalman ki wajen ko takalman zaki shiga da shi ne cikin koban ki nan zaki kwabe takalman ai kika shiga cikin dakin ki fara ki aje jakar gwalagwalan ki nake aje su baki kofar daki ina saboda me saboda abu ne mai tsada to haka kike da tsada ke ma haka cira musulunci dauke ki abu ce mai tsaba ce mai tsada ba wasa da ke an fahimta eh ai me mai hisdul muslim da aka kawo fa ana nuna muku ga addu'o'in da za a yi dai ba a ce lalle ne da safi shi an karanta duka ba fa eh na addu'a azkarin safi akwai la ilaha illallah so 100 subhanallahi bihamdihi so 100 akwai kaza akwai kaza akwai kaza to in kika ce za ki karanta duka a ita za ta maza ba wahala a wajen ta tana so to amma abinda zaki minti 10 minti 15 minti 20 ki je wajen mijinki to zaki minti 30 awa ɗaya kuma kina yi a lokacin sai shi kuma ya shiga wani hali sai ai ne ki a samu matsala kuma zaman lafiya ake me zai hada yau ki wannan gobe da safi ki wannan kafin sati kin dawo dukkan su ki su ba lalle sai ki dukkan su baki daya ba in likita ya baki magani kuma sai ya nuna miki yadda zaki sha an ce ki karanta hisbul muslim yana da kyau muna saya muna rarrabawa matalibai ba haka bane ba to amma sai kici to ya za a yi ana samun matsala nace zan karanta duka da mai gida ya ce a kuskure ki kai ki karanta kadan wa fi bukti ahadikum sadaka lada kike so eh kariya kike so eh wallahi ta'ala zaki samu lada in kike kyautata ma mijin ki fiye da ladan da zaki samu a cikin wayannan abubuwa har ta fahimci haka shikenan wannan lokacin ba lokacin ki bane lokacin shi ne ko inda safe yake bukatar ki wanda da dare ne ko wanda ne ba haka bane ba eh eh
سي وانا حديث حدثنا حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض من ذا الله يشغل مكة رانا فتح مانا توتس فراج. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض راية ببن توتر بكاتي ولواؤه كرمر توتر كما فراج صلى الله عليه وسلم لوكتي هاي عن كائن كانت حسن المسلم اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.